شباب طالب علوم دانيال. انا بدون سماعات هو سماعات. وشباب هذا الفيديو يا ماني شايفه. وشباب وحاولوا يقولوا لي ماني زعلان. رش بس رش. تشمر يا رش. بس رش. بابا ودي علي بس تصور. اوكي. هاش؟ اوكي. يلا ليتس جو. دانيال يا ماني قلت لك. شنو شنو شنو؟ يقول بدون تصوير. تدري ليش يقول بدون تصوير؟ تدري ليش؟ عم تخاف يخسر. يلا عمي بتصوير. بتصوير. يلا ليتس جو. انفورات بس رش. يلا بس رش. بس رش يلا يلا استعدوا ليتس جو. انا اقول يا ماني يفوز يا مان. ها اسد التصوير. يلا خلينا نص الصوت مال البلازمه. هسه بدرهم شباب. اللي عيون كم راح قلت له شباب استعدوا. 1 ايش قد قلت لحد الان 0-0. هسه بدرهم يمان مكمبر ابو الدون مكمبر ويحاول ويبش ايش ابو الدون. مستحيل اول كل ابو الدون. من سيفوز من الكل الثاني لابو الدون. الكل الثاني ابو الدون. نصور لكم ابو الدون لحد الان ابو الدون مسيطر. ازقد هسه 3-0. وين لعيون المتابعين؟ مو قلت لعيون المتابعين. يلا شنو مكمبر؟ صحيح هنا قام يزغلط ابو اليوم. اوش بشو بشيت لك. يلا اسكت. بشيت لك اربع مرات بشيت ومرة واحدة حبيبي. يلا مو مشكلة. يلا يا هسه ما عندي صوت. شد حيلة ابو الدوم ابو اليوم يا مان ابو الزلم. شد حيلة ويا دانيال مكبر تاني يطلع. اي 1-1-2 اي بشاله بشلولو حبوا مياه خايفتي ما تصير. وبدون صمت يمان بكل وشقد 6-1 يمان. انا مزامط بيك يمان بابا ما ارتاح يمان ما ارتاح. الله 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 عمي. لا الاتفاق صار وانت طلبت الروم والاتفاق صار فقط رش. لا تزغل. ما يموت ابوي عمد عين عليك. كوفو هذا لعب يمان بشله. بابا بشله لا تزوم علي بشله ترى دانيال بالبش قريب. نوب 9-2 بس علي حركه بس خليه يوقف بعد الحركه. شوف بابا بس ما علي بدون ابو اليوم. بابا يمان مكم دانيال مكمبر. بابا بشله ما يقبل بالبش قريب بالبش. نوب عندي حساسيه بالتفر. شبيه الا وعندي حساسيه بالتفر غير سمعك صمتك صمت يا حساسيه بالتفر. دبلة مو نقول لك نقول لك 90 فرايم. بابا اسمع علي اخذ الخطة من ابوك يمان. دانيال من البش نوب بالمواجه نوب بشلي هب خيبو. والله ارفعل 90 فرايم. شباب بالروم الثاني بس نحلي سكوب 3. يا بالروم الثاني خلي سكوب 3. يلا بس يا ابو الدون انتي الصدق بابا ما كايت لا يعني انت بس مكمبر وي بشلك. شوف اوي بوشلك منك ويصمت بيك. انت لاعب بوشلي لا تكمبر بوش. ابو يمان ما يكمبر صحيح. هسه هذا اكو كله صار بشاله وشبجو. هسه حاله مكمبر بشاله بش. ما يموت شباب والله ما يموت. وش اللي ما يموت انت اصلا ما رميتي ابو الدون لا تفعل. يلا شوفوا وعندكم مرة ثانية. انتوا راسك منو طلع راسي؟ طلع راسي بغير مكان. يا شو اسمك؟ يمان. يا بلبل. يلا يا بلبل يلا.
يلا غشاش والله. لا لا ليش غشاش؟ ليش؟ ما حاول. ايش شالك شنو؟ لا بابا. شو محول؟ شو محول؟ لا 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 لا, لا. محول سنايبر. محول سنايبر. محول سنايبر. محول. اخذ السكوب اربعة. اخذ السكوب اربعة. حط على شو اسمه. يلا. صارت مشكلة. صارت مشكلة انه يمان لعب سنايبر لان هو ما عنده سكوب ودانيال عنده سكوب وصارت المشكلة على السكوب. يقول له انت عندك سكوب ثلاثة انا ما عندي سكوب ثلاثة. فهنا أنا صارت مشكلة. راح يبدلون بالسكوبات. بدلوا بالسكوبات. لعب نظيف لحد الان. لعب نظيف. لعب نظيف. لعب نظيف. يلا هسه عذرك شنو؟ هاتي هذا هذا مو مشكلة. يلا يلا يلا. هسه شنو؟ هسه انت عندك سكوب ثلاثة تمام؟ وش قد ايش قد؟ أربعة 14 يعني 10 كلات طالعك. والدقيقة باقي 3 دقائق. يمان باقي 3 دقائق حضر نفسك. اها شنو عذرك بعد؟ بالروم الثاني. الله كريم. يلا ننتظر الروم الثاني. يلا صح. ها ليش؟ والله طلع. ليش؟ خربوا اللعبة. طلعوا. طلعوا 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 بدلوا بدلوا. هذا يريد يطلع. طلع من الروم. لا بعده. يلا. وذاك فجر روحه. لأن ذاك يريد يلعب سنايبر. هذا رش. ليش ما أدري شنو اللي صار. ما أعرف شنو المشكلة وين ما أدري. بس اللعب لحد الآن إنه دانيال بس مكمبر. دانيال لعبة عبارة عن كمبرة. مثل ما جاي يشوفون شباب. وذاك أبو الزلم يبوش ذاك. شوفوا يبوش يبوش ذاك يبوش. زلمة ذاك. كذا انت غير مكمبور. بالروم الثاني. الروم الثاني نفرزه ابو الدون. تنفرزه يا مان. العفو يا مان. تنفرز. اوه 17 اوف 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 17 5 يمان 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 يمان. انا وجهه نظر انه يمان اقوى من دانيال. بس يمان صار له ما لعبه فشويه مرتبك. ودانيال هم ما لعبه اول. كانت يا بدانيال ترسم مكمبر بابا. اه ومكمبر وبلعت. ماكو هيك قاعد بس على القعده هاي. شوف اه شوف وقف بعد. خذ الستان مالته. هذا اطلع. اه قاعد. النتيجه ايش قد؟ النتيجه ايش قد؟ النتيجه ايش قد؟ النتيجه 8 18 و 10 كلات. 10 كلات فارق. 10 كلات. قتله قتله. انا ضجت على يمان. ضجت على يمان. انا كلش ضجت على يمان. انا ضايج على يمان. شوف جاي يسوي يمان. طلع من الجيم. اعتقد راح يطلع. ما ادري ايش جاي يسوي يمان. ما ادري جاي يسوي. لعب بعداداته. هل باقي ايش قد دقيقه؟ باقي كم دقيقه؟ باقي كم دقيقه؟ باقي دقيقه واحده. هل راح يعاد بهاي الدقيقه؟ مستحيل ومن سابع المستحيلات. انا ضجت عليه دمان. هاي حبيبي روح روح روح. اه 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 يمان 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 يمان. بس باع اللعب مال دانيال. والله العظيم لعب يطير الواحد. والله العظيم يطير الواحد. طبعا اشوف هيك وكسي لك. كان تبي فات على سكوب عليهم. كان شو وقت يطلع؟ كان حقه يخسر صح. 22 شباب. دانيال 22 ويمان 9. بو يا صمت وجهي. يمان يلعب وحساسيته قوية وسكوبه قوي. بس المشكلة صار له وين ملاعبها. وهذا بس مكمبر. روم ثاني على قناتنا الرسمية. رابطها بالوصف شباب. راح ينزل بعد كم يوم. راح نسوي روم. روم حقيقي. روم اللي يفوز راح يربح جائزة. انتظرون. روم ثاني راح نسوي. راح نفتح الحاسبه ونخلي الفيس كام ونصور لكم تصوير. مو ثلاث تصوير. تصوير لا 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 لا. يمان قل له تعال بالروم الثاني. بس مو هسه. خلينا نتغدى وننصب كاميرتنا. هذه كاميرتنا راح نشغلها شباب. راح نشغل الكاميرا وراح نشغل الحاسبه وراح نقعدهم هنا ونفتح تصوير ويصير روم انفلاقي. وقناتنا الثانية ما بقى شيء للعشرة مليون مشترك. رابطها بالوصف. روح اشتركوا بيها حتى نخلي درع العشرة مليون لو هنا لو فوق الدرع المليون. اشتركوا بالقناة شباب. يا رب استمتعتوا بالفيديو.